مساء الخير. مؤخرا كتروا النقاد على فيسبوك واللي صار عندهم بلوجز بيكتبوا وبينتقدوا سياسيا واجتماعيا، منهم نقدهم بناء ومهضوم ومنهم نقدهم مش بمكانه. خلينا اليوم نتعرف على كلود الخال ونشوف اكثر عن شو بيحكي. كلود الخال مخرج سينمائي وناقد على فيسبوك يكتب باللغة الفرنسية والإنجليزية، ومن يتابع بلوك ما بيروت كرونيكل سيتمكن من متابعة المستجدات السياسية والاجتماعية بطريقة مضحكة، هذا بالإضافة إلى كاريكاتير مع تعليقات يومية. كلود، نحن اللي بتابعوك على فيسبوك على السوشيال ميديا بيعرفوا أنه عندك بلوك، خبرنا عنه وشو عم بتجرب تعمل وشو حابب تبين للعالم؟ يعني أهم شيء عم جرب إذا بديك غير شوي الفكر بلبنان، يعني ما بقى نكون قاعدين وناطرين إنه يصير شيء أو يجينا منزل من شي محل، بس نغير القصص بإيدنا مثل ما صار بالحراك وكذا. هلا انطفى شوي، بس بعتقد إنه العقلية عم تتقدم شوي شوي وعم شوفه من الناس اللي عم بي. أكيد إنه خلاص لازم نتغير، لازم نصير حضاريين بال شو سميت البلوغ بالفرنس؟ My Beirut Chronicles. My Beirut Chronicles منشوف عليها بتكتب وبترسم. مزبوط، هو بالفرنش وبالفرنسي وبالإنجليزي. أنا أصلاً بتكتب كتب وكمان دايركتور. مزبوط. جسمي بحبك يا لبنان، منتابع سويا. حكمت المحكمة العسكرية الدائمة اليوم على فضل شاكر غيابيا في دعوى الحقل العام ضده بجرم إجراء مقابلة صحفية في 14 تشرين الثاني 2014 في مخيم عين الحلوة، أدلى فيها بأقوال تهدف وتؤدي إلى تعكير صلة لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات الطائفية والمس بسمعة المؤسسة العسكرية بالاعتقال لخمسة سنوات. بحبك بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بجمالك بجنوبك بسهلك، بحبك اسأل شو بني شو اللي ما بني بسأل شو. تتوالى ردود الفعل حول دعوة بعض الدول العربية منها الإمارات رعاياها إلى تجنب السفر إلى لبنان، وفيما المواقف بغالبيتها تسير في فلك تأييد القرارات العربية أو على الأقل عدم الخروج عنها، برز تصريح للفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي غرد عبر تويتر: يا لبنان بحبك لا تخلص الدني، موجها رسالة حب ودعم إلى لبنان. وانهالت التعليقات التي تثني على وفاء الجسمي للبنان، فيما اعتبر بعضهم أنه يغرد خارج السرب وأنه بهذا التصريح سوف يتسبب بخراب لبنان، فيما دعاه أصحاب رأي ثالث إلى ترجمة هذا الحب بالمجيء إلى لبنان وأحياء الحفلات فيه. عبرت الفنانة نوال الزغبي عن حبها الشديد لولديها جوي وجورجي مؤكدة أنهما أكبر كنز في حياتها، ونشرت الزغبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهما وعلقت: توأم روحي، أكبر كنز بحياتي جورجي وجوي، الحياة ما بتحلى إلا بوجودهم. ومن ناحيتها نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لرسمة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من تصميم ابنتها تالية، وعلقت عبد النور على الصورة قائلة: فنانتي الصغيرة تالية آخر لوحاتها الفنية. بعد أن عرفناها من خلال عدة أدوار رومانسية، تقوم النجمة الحسناء كيت وينسلت ولأول مرة بدور شخصية شريرة، وتحديداً بدور فتاة روسية آيرينا فلاسلوف تترأس عصابة بفيلم تريبل ناين لمخرجه جون هيلكوت. وتدور أحداث الفيلم حول عصابة روسية في مدينة أتلانتا تتحد مع بعض ضباط الشرطة الفاسدين لاغتيال أحد زملائهم من أجل فتح الطريق أمامهم لتنفيذ أكبر عملية سطو مسلح. هيدا كان كل شيء.
باي.